ثابت. موقف روسيا ثابت. موقف روسيا ثابت. كاذب كاذب كاذب. من يصدق؟ قوات التدخل السريع الروسية في قلب موسكو لتحول بين وفد المعارضة السورية وأنصار النظام السوري الذين هتفوا لثبات موسكو إلى جانبهم. ولكن وفد المعارضة السورية جاء إلى موسكو يطلب تدخلا سريعا من نوع آخر، هي زيارة خاصة تقول وزارة الخارجية الروسية، وتنأى عما يمكن أن يغضب دمشق. ومع ذلك حط الوفد الرحال في موسكو وسمع كلاما معقولا. ليس لدى روسيا في سوريا سوى صديق وحيد هو الشعب السوري، القادة يأتون ويذهبون والساسة أيضا والشعب باق، نحن مهتمون بإيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا لكي لا تتطور الأحداث حسب السيناريو الليبي. منذ البداية لم تستلطف موسكو عشبة الربيع العربية واستشعرت شوكها عن بعد. موسكو التي لا تجد في تقاليدها احتفاء بالزهور منذ ربيع براغ قبل حوالي نصف قرن الى الثورات الملونة التي جاورتها تتعلم التصرف مع العواصف العربية، تأخرت في ليبيا. ولكن الامر في سوريا مختلف تقول. لم نكن علة الربيع يقول المعارضون، ولكننا تفاجأنا بحلمنا يسابقنا ولابد من اللحاق به ولو على أجنحة مجلس الأمن التي تعطلون حركتها أيها الرفاق. وأن يكون موقفها أكثر إيجابية في مجلس الأمن، ليس أن تصوت لصالح مشروع القرار فقط، وإنما أن تقود عمليات من أجل التغيير في سوريا السلمي والديمقراطي. لا يقال عن مثل هذه الزيارات إنها ناجحة أو لا، حسبها أنها حصلت والحكم لقادم الأيام. تتمترس موسكو الآن بين دمشق والمعارضين السوريين وتعد الجميع خيرا. لا يريد الكرملين المساهمة في صقل الربيع العربي كما يريد البيت الأبيض، ولكنه يصر على المشاركة في تحديد شكل المزهرية الأممية الخاصة بهذا الربيع. وكأن شيئا لم يحدث، قبل عقود كان بعض المعارضين العرب يؤمون أسوار الكرملين هذه للشكوى من ظلم ذوي القربى، وكانت موسكو السوفيتية تنصحهم بالصبر والأنات وطاولة المفاوضات ربما بحكم قانون تبريد الحروب. موسكو الروسية أيضا تنصح المعارضين العرب بالصبر والأنات وطاولة المفاوضات ربما بفضل قانون تبريد الثورات. وكأن شيئا لم يحدث. جمال العرضاوي، الجزيرة، موسكو.